قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بقي لنا حديث في الباب الذي يعني انقطع الكهرباء دونه ولم نكمله، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، أليس كذلك؟ بقي معنا حديث مسلم عن ثوبان، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها أو ما زوى لي منها، إما بالبناء على ما لم يسمى فاعله ما زوي، أو ما زوى الله عز وجل لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإن ربي قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجة بالزيادة التي ذكرها المصنف، فهو في السنن، في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجة، وصححه الألباني رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيته، زوى لي الأرض فرأيته، اختلف العلماء في ماهية الرؤية، كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها؟ فبعضهم قال إنها رؤية منامية، إن الله زوى لي الأرض، والقول الثاني أنها رؤية بصرية، وهذا هو الراجح، رجحه الشيخ ابن عثيمين والقاضي عياض والقرطبي وجمع من أهل العلم أنها رؤية بصرية، ثم اختلفوا فيما بينهم خلافا مؤداه واحد، أو قد يكون هذا أو ذاك، فيعني ليس يعني مؤثرا. قالوا: كيف هذه الرؤية؟ قال: إن الله زوى لي الأرض. إذا اختلفوا في الرؤية فكيف زوى لي الأرض؟ زوى، كيف فهموا كلمة زوى إذا لم تكن رؤية منامية؟ قالوا: زوى بمعنى أن الله عز وجل جمع له الأرض كما مثل له بيت المقدس، واضح؟ فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوصفه للمشركين، وإلى هذا ذهب الخطابي والقاضي عياض والنووي والسيوطي وابن عثيمين رحمهم الله. والقول الثاني أن الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى قوى إدراك النبي صلى الله عليه وسلم، قوى إدراك بصره، فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس، كلاهما يستشهد بنفس، أو يعني، وهو قول القرطبي، وكلاهما يعني قريب. وقوله: إن الله زوى لي الأرض، يعني جمعها وقرب البعيد منها إليه صلى الله عليه وسلم، حتى أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ما تملكه أمته: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها
وهذا من دلائل النبوة كما يقول الشارح، هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يقول الشارح، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه، يعني قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، والحاصل إن ملك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوغل في الشمال ولا في الجنوب، وإنما توغل في الشرق حتى وصل إلى أطراف الهند، وفي المغرب حتى وصل إلى بلاد المغرب في أطراف القارة الإفريقية. واضح؟ وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني كنوز كسرى وقيصر. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة عامة، بسنة عامة، والسنة هي الجد الذي يكون به الهلاك. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. قال الشارح: بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. نعم. بسنة بعامة، وفي بعض الروايات سنة عامة، هي كذا هكذا وهكذا، بسنة بعامة. والمراد أن هذا الجدب أو هذا الهلاك الذي يلحق هذه الأمة يأخذ جميع الأمة، هذا هو المراد من قوله بسنة بعامة أو سنة عامة، يعني إن الله تبارك وتعالى يعني أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تهلك هذه الأمة بسنة عامة، بقحط أو جدب يأخذ جميع الأمة، أو بهلاك يأخذ جميع الأمة، أو بعدو يهلك جميع الأمة. واضح؟ وإنما قد يحدث هذا لبعض الأمة في بعض البلدان في بعض الأزمان. واضح إخواننا المعنى؟ حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وذكر المصنف بعد ذلك تمام الحديث، عندك الشارح آسف، تمام الحديث، وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه، وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35. ما معنى تدور رحى الإسلام؟ اختلفوا فيها، فقالوا تدور رحى الإسلام معناه أنه يعني يدال على الإسلام، يعني ينتصر المشركون من المسلمين يغلبونهم، والصحيح هو القول الثاني، تدور رحى الإسلام يعني تظهر شوكة الإسلام، لأن الرحى إذا دارت ماذا تفعل؟ تطحن الحب وتخلص الحبوب القمح وغيره من مما يكون حول الحب من قش ونحوه. فقالوا تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، يعني 37 سنة أو 6 أو 5. فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال: قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. وقوله مما مضى دليل على أن هذا كان في أول الأمر في الإسلام، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، أيه هو؟ أيه هو؟ أي الهرج، يعني أي شيء هو هذا الهرج؟ قال: القتل. القتل. أيه هو؟ يعني أي شيء هو؟ أي شيء هو هذا الهرج؟ ليس في هذا مزيد فائدة عما ذكره المصنف، لكن هذه الأحاديث يعني حتى أبين لكم معنى الحديث ونشرح يعني غريبها. قوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة
الأئمة المضلين، يعني الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. قال الشارح: وكذلك وقع بقتل عثمان رضي الله عنه ولم يرفع. وهذه هي البضع وثلاثين سنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني تدور فيها رحى الإسلام، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي قال واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. طيب، قوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، المراد هنا بالأمة أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أمة الإجابة. وفيه إشارة في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، فيه إشارة إلى أن السكن مع المشركين في دارهم مذموم إلا إذا قدر على إظهار شعائر الدين، لكن إذا لم يقدر على إظهار دينه وشعائر دينه وجب عليه الهجرة من هذه البلاد، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وهذا فيه ذم لمن يلحق من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحقهم بأهل الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. الفئام الجماعات كما قال الشارح، طيب قوله صلى الله عليه وسلم حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هذا أيضا مما قضاه الله سبحانه وتعالى، أن هذه الأمة لا ترتد أيضا بعامة، ولا تترك دينها بعامة، ولا تعارض بين هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحياء أو قبائل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تلحق بالمشركين، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لا تعارض بين هذا وذاك، بين قوله صلى الله عليه وسلم حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان في الحديث الذي بعده وسنشرحه: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة، الحديث الذي ذكره الشارح عندك، يعني إذا لا تقوم الساعة حتى ترتد قبائل من المسلمين إلى على الشرك إلى الشرك مرة أخرى، ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الأوثان والأصنام مرة أخرى، لكن ليس هذا بعامة، فلا تعارض بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث التي جاء فيها إن الإسلام قد ظهر وإنه لن يعود مرة أخرى إلى ما كانوا عليه من أمور الكفر والجاهلية وعبادة الأصنام ونحو ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني أيسوا أن يجتمعوا كلهم على الكفر. وهذا أحد الأقوال في الجمع بين هذه الأحاديث، قاله ابن رجب رحمه الله. وحتى نسبة اليأس إلى الشيطان، لو قدر أنه يعني يائس، فإن هذا ظن منه وتخمين، إنه كما سيأتي معك في الأحاديث التي في الأبواب التي ستأتي، إن الشيطان لما فتحت مكة أيضا ظن أن أمر الإسلام قد ظهر، وإنه لا طاقة لهم بالمسلمين بعد ذلك، وإنه هو وأعوانه لا يستطيعون فتنة المسلمين عن دينهم مرة أخرى. ولهذا قال أهل العلم إن هذا اليأس من الشيطان مجرد ظن منه وتخمين، لأنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. فلما رأى ظهور الإسلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وانتشار الإسلام في المشرق والمغرب، ظن أن المسلمين يعني لن يعودوا إلى ما كانوا عليه في سالف عهدهم من عبادة الأوثان ونحو ذلك. طيب، نرجع إلى كلام الشارح، قال: وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. طيب، قوله لا تقوم الساعة
حتى تضطرب آليات نساء داود. يعني هذا مما سيكون من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء داود. والآليات معناها الأعجاز، جمع ألية، والألية إحدى الأليتين وهما العجيزة وما ركبهما من شحم. وقوله حتى تضطرب يعني النساء يطفن حول ذي الخلصة فتضطرب آلياتهن حول ذي الخلصة من طوافهم حوله. وذي الخلصة ذكره أنه طاغية دوس، بيت صنم ببلاد دوس، بيت صنم ببلاد دوس. اكتب عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، قالوا إن عدد من ادعم وزعم النبوة أكثر من ثلاثين، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني هؤلاء بهذا العدد، أي أن هذا هو الذي يعني قد اشتهر أمره وكان له أتباع. يعني سيكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كذابون ثلاثون، هم في الحقيقة أكثر من ذلك، لكن قوله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، يعني هؤلاء من جملة الذين يدعون النبوة ثلاثون، يعني يظهر أمرهم ويكثر أتباعهم. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين، يعني الذي ختم به النبيون، وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان يجيب الشارح على شبهة نزول عيسى في آخر الزمان. وعيسى ينزل في آخر الزمان حاكما، وهذه نقطة مهمة جدا. عيسى لا يبدل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وينسخها، فهذه الشريعة خاتمة أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فينزل عيسى حاكما من حكام الشريعة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ينزل عيسى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. يضع الجزية يعني لا يقبلها من أهل الكتاب، يعني إما أن يؤمنوا وإما أن يقتلوا. وقوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، بعد قوله: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. انظر إلى المقابلة هنا بين قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني هناك أناس يعني يخذلون ويرتدون ويتركون هذه الملة، وعلى الجانب الآخر ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. هؤلاء الذين يثبتون على الوحي، على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمسكون به في أزمنة الغربة. وذكر لك كلاما للنووي رحمه الله تقرؤونه، كلاما جيدا في تفسير هذا المعنى، علم عليه فقط ثم بعد ذلك اقرأه بروية وتأنت. قوله حتى يأتي أمر الله، فسرها الشارح رحمه الله بقوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني أمر الله في آخر الزمان حينما يبعث الله عز وجل ريحا طيبة فيعني تأخذ المؤمنين من تحت آباطهم، فيعني يموتون ويبقى شرار الخلق يعني في الأرض، تقوم عليهم الساعة. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا آخر هذا الحديث وآخر هذا الباب الذي ذكره
المصنف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. متابعين معنا؟ قلنا أعتذر عن السرعة لكن يعني الوقت يدهمنا، لكن أظن المسألة واضحة. حد عنده إشكال؟ اللي عنده إشكال يتفضل وأنا يعني طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، كلاهما. رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل وذكرها رحمه الله. لا حول ولا قوة إلا قوله. باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وتكفير فاعله. هذا مراد المصنف رحمه الله من هذا الباب. وهذا الباب الذي أورده المصنف فيما جاء من السحر لأنه يناقض التوحيد، وأنه كفر هذا السحر، وأن الساحر كافر، وأن من تعاطى شيئا من هذا سواء سحر أو سحر له أو مما يلحق بالسحر مما سيذكره بعد ذلك. فإن المصنف جرى في هذا الباب على ما جرى في أوله، لما ذكر التوحيد ذكر، ومن لما ذكر الشرك قال: ومن الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه، ومن الشرك كذا وكذا، ومن الشرك كذا وكذا. فذكر هذا الباب وأردفه بعدة أبواب مما يلحق أيضا بالسحر على طريقته المعهودة التي تعرفونها. باب ما جاء في السحر، والذي بعده باب بيان شيء من أنواع السحر، والذي بعده باب ما جاء في الكهان ونحوهم وأنه يلحق أيضا بالسحر، وباب ما جاء في النشرة وهي حل السحر كما سيأتي معنا إن شاء الله. واضح؟ كل هذه الأبواب، وذكر بعدها باب ما جاء في التنجيم إلى آخر ما ذكر، كل هذه الأبواب تلحق بالسحر. فكأنه ذكر السحر في الأول وحكم السحر والساحر، ثم جاء بالأبواب التي تلحق بهذا الأمر وهو السحر. قال الشارح رحمه الله: السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه. وهذا معنى السحر في اللغة، السحر لغة ما خفي ولطف سببه. ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، وسيذكره المصنف. فسمى البيان سحر، لماذا؟ لأنه ربما يتكلم الإنسان بالكلام المنمق المرتب الذي يأخذ بالألباب، فلا يستطيع الإنسان معه دفعا، فكأنه قد سحر عقله. واضح؟ وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. يعني البيان سمي سحرا لأنه ربما يأخذك فيحدث عندك نوع من الشعور خفي تجاه هذا الكلام بتصديقه، ويعني الإيقان به، ويعني يعني تصديق هذا الكلام. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر، وهذا السحر اصطلاحا، اكتب في الهامش السحر لغة والسحر اصطلاحا، السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. اكتب بين قوسين كده
هذه إضافة مهمة جدا على التعريف، بإذن الله تبارك وتعالى، ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا قيد هام، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا التعريف لو أضفنا له هذا كان تعريفا يعني حسنا، ولهذا ذكره المصنف واعتمده أهل العلم في تعريف السحر. عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله، يعني لا تحدث له هذه الآثار إلا بإذن الله، ولو شاء الله عز وجل ما حدث هذا التأثير في القلوب ولا في الأبدان. وقوله تؤثر في القلوب والأبدان، تؤثر في القلوب يعني تأخذ القلوب، وربما يعني تضطرب هذه القلوب. فمن السحر ما يجعل الإنسان يخاف بدون أي سبب، بعض السحر هكذا يجعل الإنسان يخاف بدون سبب، هو لا يدري أين السبب، وقد يأخذه هذا الخوف يعني بشدة وهو لا يدري ما السبب، ربما يرتجف وهو في بيته وليس هناك شر يلاحقه أو يعني خطر يداهمه أو نحو ذلك، لكنه يخاف، وهذا من أثر السحر. ويؤثر أيضا في الأبدان، وقيل إن هذا الساحر يستعمل الجن في إمساك أو إيقاف بعض الأشياء في المخ أو في جسم الإنسان فيحدث هذا التأثير في البدن، قد يقعد في مراكز الإحساس في المخ فيؤذيه أو نحو ذلك، فيمرض ويقتل، ربما يقتل كما سيأتي معنا، وربما يمرض، وهذا يعني يصيب الإنسان بمرض، ومرض يعني حقيقي وظاهر، وهذا مشاهد على مر الأزمان منذ أن عرف الناس السحر، فإنه يمرض ويقتل، السحر قد يقتل، قد يموت الإنسان بسبب هذا السحر، يعني يشتد به المرض أو نحو ذلك فيموت، وربما يخاف مثلا أو تحدث له بعض الأشياء القلبية أيضا بسببها يموت. قال: ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله، وهذا يعني منصوص عليه في كتاب الله عز وجل، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة. وقال الشارح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، أو مشط ومشاطة بالضم والكسر للميم، وفي جف طلعة ذكر في بئر ذروان، رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه، أو أنه أتى بعض نسائه ولم يفعل، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتيه، الشاهد أنه لم يأتيه هذا الأمر فيما يتعلق بالوحي والبلاغ، فهذا ليس فيه طعن على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي إطلاقا، لأنه لم يكن في هذا الباب، وإنما كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فيقول في نفسه: هل فعلت كذا؟ لم أفعل، لا يدري أفعل أم لم يفعل. حتى إن هذا يعني أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأزعجه. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: وأنه قال لها ذات يوم، وهو يحكي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وقد احتجم النبي أو هم أن يحتجم لأجل هذا السحر الذي أصابه، ولهذا قال العلماء: الحجامة من أنفع ما يكون للسحر، خاصة الحجامة في الرأس، الحجامة في الرأس، وهي تكون في جميع البدن، لكن الحجامة في الرأس خصوصا لها أثر. قد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجم، وكان صلى الله عليه وسلم كما أورد ابن كثير وغيره من أهل العلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أنفس الجن وأعين الإنس حتى نزلت عليه المعوذات، هذا الملك الذي جاءه جبريل عليه السلام ونزل عليه بالمعوذات، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهن. ولذلك من قرأ المعوذات بإخلاص ويعني حضور ونحو ذلك كان لها الأثر الكبير في شفائه بإذن الله أو تخفيف المرض عنه
يعني أقل ما فيها أنها تخفف هذا البلاء عنه وترفع عنه البلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فظل أحدهما يخاطب الآخر، فقالوا: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور في لغة العرب، وكانوا يقولونها تيمنا كما يقال للديغ سليم. الديغ كان يقال له سليم تيمنا بشفائه مما لدغ منه، فكانوا يقولون للمسحور مطبوب تيمنا أيضا بالعكس، يعني يأتون بالعكس بعكس الكلمة تيمنا أنه سيشفى ويبرأ مما أصابه. قال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ هما يتحاوران أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، وهو رجل من اليهود، في مشط ومشاطة. والمشط معروف، هذه الآلة التي لها أسنان ويتسرح بها الناس، يسرحون بها الشعر، تسريح الشعر المعروف. هذه التسريح كلمة عربية يعني، ليست في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر، جف طلعة الغشاء الذي يكون على الطلع، وفي جف طلعة ذكر في بئر ذروان. يعني أخذوا هذا في مشط ومشاطة، يعني المشط نفسه والمشاطة ما يخرج من الشعر في هذا المشط، فأخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوه في جف طلعة ذكر وألقوه في بئر ذروان. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة من طريقة فك السحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفه أرسل عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى هذا البئر، حتى وجد يعني ماء البئر قد تغير، كأنه يعني قد صار مثل ماء الدم أو نحو ذلك، يعني قد صار فيه وكأنه يعني فيه دم. فأخرج علي رضي الله تبارك وتعالى عنه السحر، وحل السحر بإخراجه من مكانه. وهذه طريقة. والطريقة الأخرى أن يتعوذ الإنسان بالمعوذات ويقرأ على نفسه الأذكار، وأنفع شيء في هذا قراءة سورة البقرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعونها. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب هذا البيت شيطان، كما أخبر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في تجنب ما نهى الله عز وجل عنه، ويأخذ نفسه بهذه الأوراد والأذكار، فإن هذه لا تستطيعها السحرة ولا يستطيعها الجني الموكل بهذا السحر الذي هو ربما يكون يعني فيه مس أو لبس أو نحو ذلك. لا يستطيع هذا الجني الذي يرافق الإنسي ويؤذيه، لا يستطيع مثل هذه الأشياء، حتى وإن كان مسلما، ربما يكون مسلما وليس يعني كافرا أو نحو ذلك، لا يستطيع أيضا، لأنه فاسق، ولأنه بفعل هذا يؤذي، وهذا الفعل من أشد ما يكون، ولهذا عقوبة الساحر شديدة جدا، ويعني سيأتي التفصيل في هذا، لأنه من أعلى أنواع الإذاء للمؤمنين، لأن الإنسان الذي يمرض قلبه، تخيل الإنسان يعني يخاف على هذا النحو، أو يضطرب قلبه، أو يحس مثلا بشيء، هناك أشياء كثيرة جدا لا داعي للاستطراد فيها، لكن هذه يعني كما يقولون تقلب حياة الإنسان رأسا على عقب. تخيل إنسان يمرض، بعض الناس سمعنا عنهم أجروا يعني عمليات جراحية لبعض الأمراض، اكتشفوا بعد ذلك أنه من السحر، ولما قرأوا المعوذات وسورة البقرة ونحو ذلك برئوا بحمد الله سبحانه وتعالى. أعرف امرأة كانت جارة لنا أصيبت بسحر شديد، ولما يعني أرشدت إلى قراءة سورة البقرة والمعوذات ونحو ذلك، وكانت يعني نحسبها مستمسكة بهذا، فقرأت سورة البقرة بالليل كاملة في بعض الركعات تقوم بها، كانت تقوم بها بالسورة في الليل، وجعلت تبكي. ماذا فعلت؟ سمعنا صوتها حتى تبيننا في الصباح، هي قالت يعني إنها يعني بحمد الله قد انفك السحر، لكن ماذا حدث؟ تقيأت دما وعظما، أعاذنا الله وإياكم. هذا من بركة قراءة سورة البقرة، لكن انظروا إلى طبعا حجم الألم، كان شديدا ويعني موجعا ومفزعا، وقل ما شئت،
لكن شاء الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الصورة والتزام الأذكار ومثل هذا أن برئت بحمد الله سبحانه وتعالى، ولم تعرف أين السحر وأين الحمد لله. هذا من بركة التزام الشرع والتزام الدين والتزام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يأخذ الجانب الآخر، ابحثوا لي عن يعني واحد يرقيني، والشيخ فلان سمعنا عنه ولا يفعل شيئا وإنما يقرأ القرآن وما أدراك، وتذهب إليه يعني أو يذهب إليه بعض الناس فيجدونه دجالا، وهذا هو الغالب. حتى وإن كان في أول الأمر يقرأ ونحو ذلك فيقول به الأمر إلى الانحراف والعياذ بالله. قليل من هؤلاء من يستعمل الأذكار والأوراد الشرعية، قليل. لا نقول إن كل هؤلاء يعني دجالين أو نحو ذلك، لا، لكن الأغلب الأعم والأولى أيضا، حتى لو كان الأغلب والأعم دجال أو نحو ذلك، الأولى هو أن يقرأ الإنسان على نفسه وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يلتزم الشرع ويبتعد عما نهى الله عز وجل، يحقق التقوى في نفسه حتى يصرف عنه الله سبحانه وتعالى هذا البلاء. لأن كثيرا من الناس يعني شاهدنا وتشاهدون أنهم ربما يذهبون إلى فلان سواء كان دجال أو غير دجال ويقرأ ويقول له يعني خنقت وخرج ومات ثم يعود مرة أخرى، يقول له أنا خارج خلاص وبعدين يعود مرة أخرى. الشاهد أنا استطردت في هذا كثيرا، أن هذه مما ابتلي به الناس في هذا الزمان لكثرة يعني أو لبعد الناس عن الدين، وفي كل زمان يبعد الناس فيه عن الدين والشرع تكثر فيه مثل هذه الأشياء، تكثر فيها الأسئلة جدا لكثرتها، يفرقون بين المرء وزوجه وربما يعني يحصل ربط ويحصل كذا ويحصل كذا، هذا علاج لكل هذه الأشياء. ولا يأتي سائل ويقول الفرق بين المس والسحر وبين كذا وكذا، كل هذه علاجها في كتاب الله سبحانه وتعالى، في إدمان التلاوة في القرآن وإدمان الصلاة والأذكار والبعد عن المحرمات. واضح أخوانا؟ قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر، انتبه لهذا الكلام مهم، وهذا تفريق جيد من الشافعي رحمه الله، خالف به بعض أهل العلم. إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لو يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، انتهى. يعني إذا كان هذا الأمر لا يوجب الكفر لكن هذا الرجل الذي اقترف هذا يعتقد أنه مباح وقيل له إن هذا كفر وإن الله عز وجل ذم هذا في القرآن ونحو ذلك وأقيمت عليه الحجة وأصر فهو كافر، وقد سماه الله كفرا في قوله سبحانه وتعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هذا بنص كده كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا يفرق الشافعي رحمه الله بين مسألتين مهمتين. الأول حتى فقط نتطرق إلى هاتين المسألتين: السحر منكر وشرك، لماذا؟ لأنه لا يتوصل له إلا بالشياطين والتقرب إلى الشياطين وعبادتهم من دون الله. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل هذا على أن تعلم السحر يوجب الكفر، واضح؟ طيب لماذا؟ لأن الساحر لابد حتى يطيعه الشيطان أن يكفر هذا الشخص بالله سبحانه وتعالى، بل إنهم يفعلون من الأمور الكفرية الشركية ما لا يوصف، ما لا يوصف، ومن اطلع على شيء من هذا يعني لا يستطيع تحمله ولا تصوره، أشياء فظيعة جدا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. والشياطين لا يطيعون هذا الذي يريد السحر إلا أن يكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنهم سيخدمونه وهو يتقرب إليهم ويعبدهم وكل شيء، واضح؟ حتى ينفذون له يعني مأربه من هذا السحر. لكن الشافعي رحمه الله يقول، يفرق، يقول: إن كان السحر بالكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك وهذه الأمور التقرب للشياطين هنا فهذا كفر يعني صراح ليس فيه شيء، لكن هناك نوع من السحر يكون بالأدوية والعقاقير ليس فيه تعلق بالشياطين ولا فيه عبادة لهم، فهذا من المحرمات والكبائر، من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر، لأن فيه ظلم للعباد وتعدي عليهم، لأنهم يفسدون بها عقول العباد وقلوبهم
ولهذا سيأتينا في مسألة حد الساحر وهل يقتل أو لا يقتل بناء على هذا الذي يعني أصلناه من كلام الشافعي رحمه الله، سيبنى عليه الخلاف في قتل الساحر أو عدم قتله، لأن الشافعي رحمه الله يقول هذا الذي يستعمل عقاقير وأدوية ولا يتقرب إلى الشياطين بعبادتهم ونحو ذلك هذا يضرب، هذا أمر موكول إلى الإمام، هذا يضرب ويؤدب ونحو ذلك. وطبعا الغالب ليس هذا النوع، واضح؟ الغالب ليس هذا النوع. أنتم يعني قد ترون بعض السحرة يقول لك ده يعني يفعل أفعال السحرة لكنه لا يستعين بالجن، إيده خفيفة مش كده؟ يقولون يعني يظهر بعض الأشياء، يخفي بعض الأشياء، يعني يجعل يعني بعض النقود على يده ثم يخفيها بطريقة معينة، يعني خفة في صنعة، يعني كأنها لا يستعين فيها بالجن ولا نحو ذلك، فهذا شأنه مختلف عن الذي يستعين بالجن يتقرب إليهم ويعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، والسحر من الجبت. قال المصنف: وقال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قوله الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت، فهو من أفراد المعنى، من أفراد المعنى، وليس يعني المراد إنه المطابقة في المعنى، يعني الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت. الطواغيت كثر، كهان وغيرهم، كهان والسحرة والطواغيت من الإنس الذين يعني فرد من أفراد المعنى. واضح ولا واضح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قوله اجتنبوا أي ابعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا. اجتنبوا يعني تكون أنت في جانب وهذه في جانب، هذا معنى قوله اجتنبوا. اجتنبوا يعني أن تكون أنت في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني إيه؟ يعني اجعلني أنا وبني في جانب والأصنام في جانب آخر، فأنا نلتقي أبدا، هذا هو المعنى. قوله اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات أي المهلكات، وسميت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا وفي الآخرة، ليس في الدنيا فقط وليس في الآخرة فقط، بل في الدنيا والآخرة. وقول الشارح هنا فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، فهي توبقه في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، سواء هذه العقوبات كانت حدودا أقيمت عليه أو كانت من العقوبات القدرية التي ينزلها الله تبارك وتعالى على هؤلاء بالطمس على القلوب والران وإبعاده سبحانه وتعالى بطردهم من رحمته، فلا يستطيعون يعني القيام له بالطاعة ونحو ذلك، هذا هو المراد، وليس المراد العقوبات يعني الحدود فقط، لا، هذه عقوبات قدرية تنزل على هؤلاء وفي الآخرة من العذاب. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال: الكبائر تسع، وذكر السبع المذكورة والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. هذا قال الشارح إنه في الأدب المفرد، ويعني لم أجده في الأدب المفرد، فلعله عند الطبري أو لعله يعني فاتني، لكني بحثت عنه في الأدب المفرد فلم أجده. والشاهد هنا من قول الكبائر تسع، إذن قوله اجتنبوا السبع الموبقات، كيف نجمع بين قول اجتنبوا السبع الموبقات وعد الكبائر تسع؟ وفي بعض الروايات عد الكبائر عشر، عد الكبائر عشر، كيف نجمع بين هذه؟ هذا مما يجمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤلف بين ما يعني يؤلف فيه، يعني يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أشياء هي قريبة من بعضها أو يعني من جنس واحد أو مؤتلفة على نوع ما أو نحو ذلك، أو حسب ما يقتضيه يعني السياق في ذكره صلى الله عليه وسلم لهذه الكبائر، فقال في بعضها السبع، وقال في بعضها تسع، وقال في بعضها كذا وكذا وكذا. ولابن أبي حاتم عن علي قال: الكبائر، فذكر السبع إلا
مال اليتيم وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة. ماشي يا إخوانا؟ ما معنى التعرب بعد الهجرة؟ قال والتعرب بعد الهجرة في الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله: والمرتد أعرابيا بعد الهجرة. اكتب والمرتد أعرابيا، هذا يفسر هذا الحديث، يفسر الحديث الذي معنا الذي ذكره الشارح. والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. المرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد، يعني المرتد حال كونه أعرابيا، يعني التعرب بعد الهجرة يعني بعد الهجرة وظهور الإسلام ونحو ذلك، يرتد هذا الذي ارتد ويلحق بالأعراب في البادية ويقيم معهم بعدما هجر مسلما، كيف هذا؟ فعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. والمراد أنه هاجر، وقال بعض أهل العلم يعني هذا الذي هاجر وشاهد ظهور الإسلام ونحو ذلك يرتد، وقال بعضهم إنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الجهاد وكلف بالتكاليف ففر منها وهرب إلى البادية مع الأعراب. الشاهد هذا يعني المرتد، هذا التعرب بعد الهجرة يعني المرتد حال كونه أعرابيا، يعني يلحق بالأعراب. وذكر الحافظ رحمه الله الخلاف في العدد، وقال إنه هذا الخلاف بعد العدد قد يعني يجوز فيها أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالعدد الأقل، ثم إنه أخبر بمزيد من المهلكات فأخبر بها وزاد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل إلى غير ذلك مما خرج به أهل العلم، أو أنه يجمع بين أشياء يعني بينها رابط أو تجتمع في المعنى أو كذا أو كذا مما يعني يقتضيه السياق. طيب، قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. وهذا من أعظم الذنب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لما سئل صلى الله عليه وسلم، سأله ابن مسعود كما في الشرح عندك، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر، هذه السبع التي ذكرها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، الشرك بالله والسحر، والسحر تقدم معناه معنا، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقتل النفس التي حرم الله يعني حرم الله قتلها، حرم الله قتلها. قال تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فما هو هذا الحق؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني الذي يزني وهو محصن، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال الشارح بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزني بعد الإحصان، هذه الثلاثة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته لكم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب، قوله وقتل النفس التي حرم الله، يقول الشارح أي نفس المسلم المعصوم، وقتل المجاهد ألحق به المجاهد أيضا كما في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والصحيح اكتب أن النفس المحرمة أربعة أنفس، النفس المحرمة أربعة أنفس: نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن، والمعاهد والمستأمن بالكسر يعني طالب الأمان. الذمي هو الذي بيننا وبينه يعني عقد ذمة أو عهد ذمة،
يعني أن يقيم في بلادنا معصوما. نعم. أما المعاهد فهو يقيم في بلاده وبينه وبين المسلمين عهد أمان، يعني لا يحاربونه ولا يحاربهم المسلمون. والمستأمن يعني ليس هناك ذمة ولا عهد، ولكن أمان، أمان، رجل طلب الأمان، يدخل بلاد المسلمين يتاجر يفعل شيئا فطلب الأمان فأمنه الإمام مثلا، فدخل يعني بعهد أمان أو عقد أمان، واضح؟ هذه الأنفس الأربعة التي لا يحل قتلها إلا بالحق، إذا يعني كان هناك ما يوجب القتل: نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن. قال الشارح: واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا، وهذا خلاف شديد ونزاع بين أهل العلم، ما جزاء هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا الذي يعني احتاج العلماء إلى بيانه واختلفوا بسببه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ليس هذا فقط، وإنما قال خالدا فيها، وذكر الخلود، وذكر الخلود. وقال تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فاختلف العلماء في هذا ووجهوه توجيهات كثيرة، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أن إذا قتل المؤمن مؤمنا متعمدا مع إيمانه، يعني إذا قتله، إذا قتل المؤمن مؤمنا آخر متعمدا، فهذا الذي قتل مؤمن، أليس كذلك؟ طب إذا كان مؤمنا وحتى هذه كبيرة من الكبائر، لكن من أصول أهل السنة والجماعة أنه يخرج من النار يوما إن دخلها، فكيف التوجيه في قوله تعالى: ويخلد فيه مهانا، أو فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ هل له توبة؟ هذا الذي تاب، هذا الذي قتل يعني نفسا مؤمنة متعمدا. قال ذهب، قال الشارح: ذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له. وقال ابن عباس: إن هذه الآية نزلت آخر ما نزلت وما نسخها شيء، طيب وروى في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه كما عند الإمام أحمد والنسائي وغير ذلك، إلى أن قال: قال أبو هريرة قوله من يقتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال أبو هريرة وغيره: هذا جزاؤه إن جازاه. وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبيد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما، وروي مرفوعا أن جزاءه، أن جزاءه جهنم إن جازاه. لكن يعني لا ندري إن كان هذا يعني الذي روي مرفوعا يعني ثبت أو صح أو لا، لكن على أي حال هذا قريب مما قال به أيضا جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ونحو ذلك، قال الآية على بابها وعلى ظاهرها، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا الآية على بابها، لكن هناك يعني قالوا موانع لإنفاذ الوعيد، وقالوا إن الله عز وجل إذا وعد بوعيد ثم يعني جاء هذا الذي توعد بهذا، جاء بحسنات محياة أو محص في قبره أو يعني عوقب بقدر هذه الذنوب ونحو ذلك ثم عفى الله عز وجل عنه، فهذا من كرمه وفضله سبحانه وتعالى على عباده. إذن الآية على بابها، وهذا القول قريب من قول أبي هريرة: هذا جزاؤه إن جزاء، يعني قال فجزاؤه جهنم، لكن الجزاء هذا هل سيتحقق سيقع؟ فالله عز وجل كريم، وعد المؤمنين أنهم سيخرجون يوما، قال فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني من كان في قلبه أدنى شيء من الإيمان سيخرج من النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث: فيخرج من النار قوم قد امتحشوا وأقوام لم يعملوا خيرا قط، أليس كذلك؟ كل هذه الأحاديث وما في معناها تفيد أن هذا الرجل
الذي قتل المؤمن المتعمد هذا جزاؤه، لكن هذا الجزاء سيجازى به في النار، يدخل النار ليمحص فيها ثم يعفو عنه رب العالمين ويشفع. يقول شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع النبيون وشفع المؤمنون، لم تبق إلا شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فيقبض قبضة من النار هؤلاء الأقوام الذين يعني ما عملوا خيرا قط، لكن هذه قبضة ليست يعني عشوائية وإنما بحكمة سبحانه وتعالى، يعني لا تنفك عنه، حكمة بالغة. فهؤلاء من المؤمنين فيخرجون من النار ويدخلون الجنة. هذا يعني مختصر الخلاف في هذه المسألة، وإلا فالخلاف طويل والأقوال كثيرة جدا. قوله وأكل الربا، والربا في اللغة هو الزيادة، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت. والربا في الشرع معروف وأنتم تعرفون، ربا الفضل وربا النسيئة وغير ذلك. قوله وأكل مال اليتيم، يعني التعدي عليه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع وأيضا للتشنيع، وأكل مال اليتيم يدل على أنه يعني أكل سحتا وحراما أدخله جسده. قوله والتولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف يعني الإدبار عن القتال وقت التحام الصفوف. قال تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا في هاتين الحالتين، متحرفا لقتال يعني رجل يعني يخادع الأعداء ويعني يماكرهم ويصنع بهم يعني حيلة، أو متحيزا إلى فئة يعني يتراجع حتى يتحيز ويكون مع فئة أخرى فيصير المسلمون كثر فيستطيعون مواجهة الأعداء. هذه فقط التي استثناها الله سبحانه وتعالى من التولي، والمتولي عن الزحف قد ارتكب يعني كبيرة من الموبقات. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات المحصنات أو المحصنات، المحصنات يعني المحفوظات، والمحصنات يعني الحافظات فروجهن كما قال الشارح. وقوله الغافلات قال الشارح فهو كناية عن البريئات، وفي الحقيقة المعنى فيه زيادة عما ذكره الشارح، وهذه يعني لفظة أيضا فيها تشنيع على فاعل هذا. وقذف المحصنات الغافلات يعني البريئات، يعني اللاتي لا يخطر على بالهن هذا الأمر أبدا. وتعرفون في حادثة الإفك أنه ظل القوم يتكلمون في عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي لا تدري، العفيفة رضي الله عنها وأرضاها يتكلمون في عرضها وهي لا تدري ولا تشعر، ولما جاءها الخبر انفجرت في البكاء وأصابها ما أصابها رضي الله عنها وأرضاها. وهذه هؤلاء يعني المحصنات الغافلات قذفهن ورميهن بهذه الفاحشة من الكبائر بل من عظائم الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة، كلاهما صحيح، ضربه أو ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وقال الشارح عندك أن جندب ليس هو جندب ابن عبد الله البجلي، يعني ذكر الخلاف في هذا هل هو جندب ابن عبد الله البجلي أو جندب الخير الأزدي، وهذا خلاف. حتى ذكر رحمه الله الشارح ترجمة هذا وذاك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. طيب قوله حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر يعني عقوبته المحددة شرعا، عقوبة هذا الساحر المحددة شرعا، حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف.
قال الشارح قوله حد الساحر ضربه بالسيف، وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب وقيس بن سعد وعمر ابن عبد العزيز. ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر، وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد. والأول أولى، قوله الأول أولى هذا ترجيح الشارح رحمه الله إنه يقتل للحديث ولأثر عمر، هكذا قال عمل به الناس في خلافته من غير نكير. وهذا في مسألة حد الساحر ذكر الشارح رحمه الله أقوال أهل العلم، وذكر عن الصحابة عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة، وذكر أيضا عن الأئمة أحمد ومالك وأبي حنيفة، فقالوا يقتل الساحر، ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وهذا هو الأولى في الحقيقة، لأنه إذا قلنا إن بعض السحر يكون بأدوية وعقاقير ونحو ذلك، فمراد الصحابة من قتل الساحر هو الساحر الذي يتعاطى هذا النوع من السحر الذي هو كفر ومخرج من الملة، باستعانته بالشياطين بالكفر بالله أولا، ثم استعانته بالشياطين على وجه فيه عبادة لهذه الشياطين والتقرب إليهم بصنوف القربات ونحو ذلك. ولهذا أكثر أهل العلم، وإن كانوا يقولون يعني هذا هو الصحيح، أن أكثر أهل العلم يقولون بقتل الساحر، أكثر أهل العلم هو قول عمر وعثمان، نقل هذا ابن قدامة في المغني إن حد الساحر القتل، ونقل عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وغير ذلك. لكن الذي عرف من فقه هذا من فقه الصحابة في هذا هو ما جرى عليه الشافعي، أو يعني ما فصل فيه الشافعي بين ما يكون من السحر فيه كفر بالله سبحانه وتعالى واستعانة بالجن، وما يكون من النوع الذي فيه عقاقير وأدوية، ويعني مثلا نوع خفة يد أو نحو ذلك مما يعني يتعاطاه بعض الناس كحرفة أو صنعة أو نحو ذلك مما لم يصل أو يبلغ إلى حد الكفر بالله سبحانه وتعالى. فقال الشافعي هذا يعني يضرب ويؤذى وأمره موكول إلى الإمام، يعني يعذر بما يراه الإمام، يعني فيه بما يرى الإمام فيه المصلحة. واضح؟ وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع أيضا من أهل العلم وعلى رأسهم الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن أحمد واختيار ابن المنذر والشنقيطي أنه لا يقتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. واستدلوا في هذا بما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، يعني ربما لا يتسع المقام لأمليكم الحديث من المصنف مصنف عبد الرزاق، لكن هو يعني الحديث كقصة أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يعني مرضت فطال بها المرض، فذهب بنو أخيها إلى رجل يعني كأنه يعرف في الطب ونحو ذلك، فذكروا له حال عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال إنكم لتخبروني عن امرأة مطبوبة، قلنا يعني إيه؟ يعني مسحورة. إنكم لتخبروني خبر امرأة مطبوبة، فلما عرفوا هذا رجعوا يبحثوا عن السر وعن السبب في هذا، فذهبوا ينظرون فإذا جارية لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قد سحرتها، وكانت عائشة رضي الله عنها قد دبرتها يعني أنها تعتق يعني عن دبر، يعني بعد موت عائشة رضي الله عنها تصير هذه الجارية حرة. فجاءت بها عائشة، لماذا فعلت هذا؟ فاعترفت على نفسها، طب لماذا فعلت هذا؟ قالت حتى أعتق. فقالت ماذا تريدين؟ قال أريد موتك أو أريد قتلك، يعني فعلت السحر حتى تمرض عائشة حتى تقتلها حتى تصير حرة بعد موت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فغضبت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولا شك أن هذا إحسان أن يدبر العبد، يعني هو صحيح بعد الموت سيعتق لكنه سيعتق يوما ما، مش كده؟ فهذا من الإحسان، فيكون مقابلة الإحسان بالإساءة أن يتمنى هذا العبد موت سيده. فقالت لها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها والله لأبيعنك من أشد العرب ملكة،
يعني تبيعها ممن يعني لا يبيعونها طول العمر، وممن يعني يستعملونها في الخدمة ونحو ذلك بأعمال شاقة، أشغال شاقة يعني كما يقولون. فقالت والله لا أبتاعنك من أشد العرب ملكة، فأمرت ابن أخيها فباعها لأناس من الأعراب، وقالت له اشتري بثمنها. أخذنا وقت في القصة أكثر من لكن على أي حال فيها فوائد يعني كثيرة. فاشترى بثمنها جارية أخرى وأعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه قصة عائشة، فاستدلوا بها على أن عائشة لم تقتل هذه المرأة، وقالوا أنه أن عائشة بعتها، ولو كان حدها القتل لما بعتها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. واستدلوا أيضا بأدلة كثيرة، منها يعني على أي حال هذا الذي ذكره الشافعي من التفصيل بين الساحر الذي يتعاطى السحر بالكفر بالله سبحانه وتعالى وخدمة الشياطين والتقرب إليهم، هذا نوع، والنوع الثاني من السحر الأدوية والعقاقير ونحو ذلك، هذا يعني ربما لا يصل صاحبه إلى حد الكفر أو لا يكون حده القتل، وهذا هو الصحيح قول الشافعي وما ذهب إليه شيخ الإسلام وأحمد في رواية عنه واختيار ابن المنذر وجماعات من أهل العلم. هذه مسألة أخرى، مسألة استتابة، وهذه التي ذكرها الشارح في الحديث الذي بعده، حديث بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. هذا الأثر يقول الشارح رواه البخاري كما قال المصنف، ولكن لم يذكر قتل السواحر. هذا يقول ذكره أو رواه البخاري، وهذا لم يرويه البخاري أصلا، هذا الأثر لم يرويه البخاري كما ذكر هذا. نعم الشيخ ابن عثيمين نقلا عندك، ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين نقلا عن سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وذكر الشيخ سليمان إن هذا ليس في البخاري أصلا، ولكن جاءت عند أحمد وأبي داود وعبد الرزاق، والأثر صححه بقتل الساحر والساحرة الشافعي والترمذي وابن حزم وابن الملقن وجماعات من أهل العلم. طيب هذه مسألة أخرى، وظاهره يقول الشارح أنه يقتل من غير استتابة، ظاهر الحديث، وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك، لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وبه قال الشافعي، لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى الذين ذهبوا إلى استتابة الساحر ذهبوا إلى عدم استتابة الساحر، مالك وأحمد في رواية، وهذا اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمه الله وجماعات من المعاصرين، لظاهر فعل عمر وجندب، ولأنه شر عظيم، ولأنه قد يخفي سحره، يعني يظهر التوبة خوفا من القتل، فكأنهم قالوا إنه يقتل للآثار وأيضا لدرء المفاسد المترتبة عليها. وذهب إلى استتابته الشافعي وأحمد في رواية اكتب، وهو اختيار النووي وابن تيمية، وذكروا ما ذكره الشارح هنا، أنه صح قبول توبة سحرة فرعون، وقياسا على قبول توبة الكافر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم الذي سحره، ورد هؤلاء على هؤلاء ورد هؤلاء على أولئك، وصارت معركة صارت يعني، لكن يعني قد عرفتم الخلاف. طيب على أي حال إذا كان هناك خلاف بين أهل العلم وهذا النزاع الشديد في استتابة الساحر ونحو ذلك، لكن لم يقل أحد من أهل العلم إنه يعني إذا صحت توبته فيما بينه وبين الله قبلت، يعني سواء هؤلاء أو هؤلاء يقولون إنه لو تاب إنه يقتل ولا يستتاب، لكن إذا تاب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى تقبل توبته على أصول الشريعة التي نعرفها،
لأنه الكافر تقبل توبته، مش كده؟ وسحرة آل فرعون قبلت توبتهم مع أنهم كفرة وسحرة، كانوا على الكفر وعلى السحر، فجمعوا بين الاثنين وقبل الله عز وجل توبتهم، فمن تاب تاب الله عليه. لذلك نقول أن هناك أصول في الشريعة، هذه الأصول يعني ثابتة، ليست هناك يعني ليست فيها استثناءات أو كذا أو كذا أو كذا. يعني مسألة أنه المؤمن يخرج من النار إن دخلها، لأن معه أصل الإيمان، هذا من أصول أهل السنة والجماعة ومما يعني قالت به النصوص. ولذلك مسألة هذه المسألة، يقول من الراجح من يقتل مؤمنا متعمدا، ذكرنا مسألة قتل المؤمن، يعني أن يقتل مؤمنا متعمدا، أن يقتل مؤمنا متعمدا. المسألة دي حتى شيخ الإسلام لما قال إنه الوعيد على بابه وإنه يدخل النار هذا جزاؤه، إنه يدخل النار، شيخ الإسلام قال إنه من فعل هذا واستحله فهو كافر وحيدخل النار خالد مخلد فيه. يعني ربما هو مؤمن لكن بفعله هذا استحل الكفر فيدخل النار، لأنه يكفر باستحلال القتل، باستحلال قتل المؤمن. وبعدين هناك مسألة أخرى، إنه ربما بهذا الذنب إن لم يتب منه آل ما آله في النهاية إلى إنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. يعني من شؤم هذا الذنب أنه إذا لم يتب منه يكون مآله فعلا هكذا، أن يدخل النار خالدا فيها لا يخرج منها أبدا. أو الشيء الثالث أنه يتوب وتصح توبته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويأتي بحسنات ماحيات أو نحو ذلك مما ذكروه من مسألة موانع إنفاذ الوعيد. قالوا هناك موانع لإنفاذ الوعيد وذكروها، موانع لإنفاذ الوعيد، الحسنات الماحيات والقبر وما يكون فيه وكذا وكذا وكذا، وأشياء كثيرة جدا تمنع تسقط العقوبة، لكن هذا جزاؤه إنه يدخل النار خالدا فيها، إما باستحلاله أو بشؤم هذا الذنب أنه يعني يقول أمره إلى الكفر قبل موته ويموت يختم له بهذا ويدخل النار خالدا فيها، وتصير الآية في حقه أو تتحقق الآية فيه. واضح أخوانا؟ لكن الشاهد، نرجع ثانية مرة أخرى يعني إلى المسألة التي كنا فيها، مسألة أن الأصول هذه أصول ثابتة ليس فيها نقاش. واضح؟ أن المؤمن إذا دخل النار يخرج منها يوما بما معه من الإيمان، بما معه من لا إله إلا الله. وهكذا أيضا أنه حتى وإن تنزعوا في مسألة استتابة الكافر، إلا أنه يعني الفريقان يقولان بأنه إذا تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى تقبل توبته، لكن يقتل حتى يعني يكفى المسلمون من شره. طيب، قال المصنف رحمه الله: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب، وهذا آخر الأحاديث. علق عليه الإمام أحمد قال: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة: عمر وحفصة وجندب. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة أو ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. فيه مسائل وذكرها رحمه الله. لن نطيل في هذا الفصل إن شاء الله، أو في هذا الباب، فهو ملحق بالباب الذي بعده على ما قدمنا
أن المصنف ذكر السحر وذكر ما يلحق باب بيان شيء من أنواع السحر، وذكر هذه الأشياء فيما يعني استدل به من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيان شيء من أنواع السحر، أي بيان حقيقة هذه الأشياء مع حكمها، هذا مراد المصنف من هذا الباب. باب بيان شيء من أنواع السحر يعني بيان حقائق هذه الأشياء التي سيذكرها، العيافة والطرق والطيرة والكهانة ومثل هذه الأشياء التي سيذكرها. وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين، كفر وفسق، وذكرنا أنواع هذا. والأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع، والنوع يدخل تحته أفراد. أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن النوع أخص من الجنس، لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع، الجنس اسم يدخل تحت الجنس أنواع، والنوع يدخل تحته أفراد، فهذا أنواع من السحر. يبقى السحر إيه؟ نوع ولا جنس؟ النوع أخص من الجنس، الجنس اسم يدخل تحته أنواع، والنوع يدخل تحته أفراد. يبقى السحر يدخل تحته العيافة والطرق والطيرة وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، العضه وغيره من الأشياء التي ذكرها وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال أحمد، طبعا هو الإمام أحمد رحمه الله، قال حدثنا محمد بن جعفر، وساق بسنده أنه سمع، ساق بسنده لقطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة بن مخارق رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. طبعا الحديث اختلف فيه أهل العلم بين مضاعف ومصحح، ضعفه الشيخ الألباني وضعفه الأرناؤوط في المسند، وصححه ابن حبان والسيوطي، وحسنه النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجود إسناده ابن مفلح في الأداب الشرعية وغيره من أهل العلم، وذكره المصنف ها هنا وصحح إسناده أو جود هذا الإسناد. قال: وإسناده جيد. وعلى أي حال فالمعنى صحيح، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف اللي هو راوي الحديث، قال حدثنا عوف، قال حدثنا حيان، فعوف أحد رواة الحديث. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. طيب، قوله إن العيافة، العيافة زجر الطير، قال الشارح: والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. هذا كان من عادات العرب، ماذا يفعلون؟ أراد أحدهم أن يسافر، ماذا يفعل؟ يأتي بالطير ثم يجعل الطير هكذا في الهواء، إذا ولاهما يمينه أخذ ذات اليمين تفاءل ومضى في أمره وسافر، أو عقد صفقة تجارة، أو تزوج بفلانة، أو فعل كذا وكذا وكذا. هذا إذا أخذ الطائر جهة الإيه؟ اليمين. طب وإذا جاء أخذ جهة اليسار يتشائم ويقول: هذا شر ولا أمضي في هذا الأمر. وربما كان يحتالون، فإذا يعني زجر الطير رفع الطير كده، أمسكه ورفعه في الهواء وأخذ ذات اليسار، ويعني له هوى في الموضوع، يعمل إيه؟ يأخذه مرة تانية أو يأتي بطائر آخر ويزجره. فربما أخذ ذات اليمين، فطبعا مسألة يعني على هوى الطير، ربما يأخذ ذات اليمين ويأخذ ذات اليسار، لكن الشاهد نعم ممكن يطلع فوق، ممكن يأخذ في الأمام أو في الخلف. الشاهد أنه الطير يفعل هذا اتفاقا، لكن هذا من عادات الجاهلية عند العرب أنهم كانوا يتشائمون بهذا. فهذه العيافة هي زجر الطير، يزجرون الطير وينظرون ماذا أو في أي جهة سيأخذ الطير. الطرق الخط يخط في الأرض، إيه يعني الخط يخط في الأرض؟ يضربون بالحصى والخط في الرمل، يعني يأتون بقصعة أو شيء من هذا ويجعلون فيه رملا، ويجيب يعني زي مثل الحصى أو البلي أو شيء من هذا ويدحرجونه، فإيه اللي يحصل؟ يأخذ أشكالا معينة عندهم، يعني هو يأخذ الحصى ويرميها في الأرض فتعمل شكل، ممكن تلف كده تعمل شكل دايرة، ممكن تعمل شكل هكذا يعني كما يقولون زجزاج مثلا أو كذا أو كذا من هذه الأشياء. فيستدلون بالأبراج وأشكال الأبراج، في الأبراج الاثنى عشر المعروفة يعني عندهم،
مع الأشكال ديت ويوازنون، يعملون يقولون الشكل الفلاني له مدلول فلاني، شكل المستقيم له كذا، والشكل المنحرف له كذا، والشكل، ويجعلون من هذه الأشكال يعني بقى يقولون السعود والنحوس واللي مسافر في اليوم ده يجرى له كذا وما تروحش في الحتة الفلانية. كل هذا فيه استعانة بالجن، كل هذا فيه استعانة بالجن. ولما كانت كل هذه الأشياء خفية وادعاء لعلم الغيب كالسحر ألحقت بالسحر، وهذا الشاهد من ربط كل هذه الأشياء بالسحر، لأنها أشياء خفية كالسحر، ولأن فيها ادعاء علم الغيب، ولأنها فيها استعانة بالشياطين، لكل هذه الأشياء جعلت هذه مثل السحر. عرفتم الآن مسألة الخط، الخط في الأرض هذا والضرب في الرمل وأبين زين والأشياء التي يقولونها، هذه الأشياء كلها من هذا الضرب. أما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله، وقد عقد المصنف هذا ما قاله الشارح، وقد عقد المصنف بابا في الطيرة، والطيرة ستأتي معنا، لكن هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم، اكتب التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، وهذا من أوفى التعريفات للطيرة، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. بمرئي كمن يرى بومة أو يرى حدأة أو يرى مثلا رجل مثلا على هيئة قبيحة أو يعني مقطوع اليد أو الرجل أو كذا أو كذا أو كذا، فيتشاؤم بمرئي أو مسموع، مسموع كصوت البومة وصوت الغراب ومش عارف كذا وكذا وكذا، مثل هذه الأشياء أيضا يتشاءمون بها. أو معلوم، معلوم يعني إيه؟ من يتشاءم بيوم الأربعاء مثلا أو بشهر كذا وكذا من الشهور، ويقولون ويحرفون أسماء الشهور ويقولون الشهر الفلاني نحس والشهر الفلاني ليس فيه رزق والشهر الفلاني كذا وكذا وكذا، وكل هذا باطل. التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. قوله من الجبت يعني من السحر، ومنه قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. لكن مهم جدا أن تدرك هذه المسألة التي ذكرناها، أن كل هذه الأشياء كونها من السحر لما فيها الاعتماد على الأمور الخفية التي لا حقيقة لها، ولما فيها من الشعوذة والدجل والاستعانة بالشياطين، ولما فيها أيضا من إيه؟ ادعاء. أحسنت، واحد صاحي معنا مش بيفكر إمتى هنروح وإحنا طولنا نعم، الاعتماد على الأمور الخفية. أقول الثلاثة تاني يعني؟ طيب، الاعتماد على الأمور الخفية التي لا حقيقة لها، والتانية اللي هي الاستعانة بالجن، استعانة بالجن والشعوذة والدجل، استعانة بالجن والشعوذة والدجل، والتانية الثالثة ادعاء علم الغيب، أن فيها ما فيها من ادعاء علم الغيب، لأن هؤلاء يقولون سوف يحدث كذا وسوف يأتيك كذا وسوف كذا وكذا، ومنهم من يعني يدل الناس على ماله الذي سرق أو بضاعته التي نهبت أو كذا أو كذا أو كذا، وكل هذا فيه استعانة بالجن أيضا، ويخبرونهم هذا الجني يعني يجوب الأرض ويعني يلف ويسأل ويفعل في أمور خفية، ويخبر هذا الدجال بمثل هذه الأشياء، فيعني يظن الناس أن هذا من الكرامات ونحو ذلك. قوله قال الحسن رنة الشيطان، رنة الشيطان هذه قال أهل العلم هذا من التصحيف، وجميع الروايات التي جاءت إنه من الشيطان، بدل الره همزة مكسورة وبدل التاء المربوطة هاء، قالوا هذا من التصحيف، والمذكور في رواية أحمد إنه الشيطان، من الجبت أي السحر، يعني من الجبت إنه الشيطان.
طبعا هذا هو الأقرب كما قال أهل العلم، يعني أن الجبت هو الشيطان، هذا من الجبت إنه الشيطان، والطيرة من الجبت. قال الحسن إنه الشيطان. طيب، وذكر المصنف يعني لا بأس إن المصنف يعني أوجد لها، حتى قال للشيخ سليمان ابن عبد الله، قال يعني لم أجد هذه رنة الشيطان، لم أجد لها شيء يعني، لم وسكت عنها. لكن الشارح هنا تعرفون طبعا إن الكتاب ده تهذيب وتلخيص لكتاب الشيخ لتيسير العزيز الحميد، ولا نسيتم؟ هذا الكتاب تهذيب وفي إضافات لكتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الوهاب ابن حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. لكن الشارح هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن ذكر آثارا في مسألة رنة الشيطان، وإن هذه اللفظة يعني وإن لم تكن في الحديث، لكن هو لم يذكر إنها ليست من الحديث، لكن خرجها ببعض الآثار. قال أن إبليس رن 4 رنات، رن حين لعن، رن، والرن كما ذكر بعد ذلك الرن صوت الرنين، رن رنة حين لعن، ورن حين أهبط، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين نزلت فاتحة الكتاب. وهذا ليس يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يعني قول عن مجاهد، لكن سنده صحيح إلى مجاهد كما قال أهل العلم. وقال سعيد بن جبير لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده. رواه الحافظ في الضياء، الحافظ الضياء في المختارة، المختارة هذا كتاب يعني جمع فيه الحافظ الضياء المقدسي المختار ما اختاره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني وذكره في الصحيحة وفي صحيح الترغيب. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده، وتتمت الحديث إن إبليس قال لهم إيأسوا أن نرى أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا، يعني بعد فتح مكة جمع إبليس أعوانه وقال لهم إيأسوا أن نرى أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح، ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو كذلك صحيح إسناده. وقوله من اقتبس شعبة، اقتبس قبست العلم واقتبسته إذا علمته، وقول اقتبس شعبة، الشعبة هي الطائفة كما قال الشارح عندك ونحو ذلك، لكن الذي في الروايات ليس من اقتبس شعبة وإنما من اقتبس علما في جميع الروايات، من اقتبس علما وليس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقول اقتبس شعبة من النجوم يعني ليس جاء بقطعة من النجوم، فإن هذا لا يستطاع، وإنما اقتبس شعبة من علم النجوم كما قال الشارح، فأكد بس عليها، اطفو يا خط، شعبة أي طائفة من علم النجوم، لأنه لا يستطاع قبس يعني أخذ شيء من النجوم، هذا معلوم. طيب، قوله شعبة من النجوم سيأتيك باب في التنجيم، سيأتيك باب في التنجيم، لكن علم التنجيم أو علم النجوم، علم النجوم نوعين، علم تأثير وعلم تسيير، لا تكتب، سيأتيك هذا يعني علم تسيير وعلم تأثير. علم تسيير الله عز وجل خلق النجوم لثلاث كما قال قتادة، جعلها زينة للسماء ويهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين، قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ولقد زينا السماء الدنيا، زينا اهي الثانية بالمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه الثلاثة التي أخذها قتادة رضي الله عنه أو رحمه الله من إيه؟ من القرآن. هذا هو المأذون فيه في علم النجوم، والذي هو شر
ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستدلال بالتغيرات الفلكية على الأحداث الأرضية، يعني النجوم الفلانية اجتمعت يبقى هيحصل كذا في العالم، هيحصل هلاك أمم فلانية وأمم أخرى ستخرج ويحصل كذا وكذا وكذا. إذن الاستدلال بالأمور الفلكية على الأحوال الأرضية هذا محرم، هذا منهي عنه، وهذا هو الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقوله زاد ما زاد ذكر فيها أهل العلم كلاما كثيرا، قال زاد ما زاد يعني كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد من السحر الذي هو الكفر، واضح؟ وذكر الشارح عندك أشياء، وقال بعض أهل العلم يعني إنه زاد ما زاد يعني زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيح هذا الفعل ما زاد، يعني في تقبيح النجوم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه وحذر فزاد من التشديد. وكل هذه المعاني مراد وصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. والحديث ضعفه أهل العلم. وقول من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وكانوا يعقدون العقد وينفثون فيها بالأشياء التي يريدونها من إمراض فلان وإيذاء فلان والتفريق بين فلان وفلانة ونحو ذلك، فينفثون من فيهم بهذا النفث الخبيث وهذه التعاويذ الخبيثة التي فيها السحر في هذه العقد حتى يقع مرادهم من الأمر الذي يريدونه من التفريق أو القتل أو الإيذاء أو مرض فلان أو فلانة أو نحو ذلك. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وقوله ومن سحر فقد أشرك أي من الشرك الأكبر، ومن سحر فقد أشرك، لأن سحر النفس لا يكون إلا بالاستعانة بالجن، وهو كيف يتأتى له ذلك أنه يعقد عقد يعني وينفث فيها، وبعدين لو لم يكن ساحرا ولو لم يكن يعني يستعين بالجن ونحو ذلك فهل يتم له المراد؟ لا يتم. فإذا لا يكون سحر النفس في العقد وغيرها إلا بالاستعانة بالجن وعبادتهم والتقرب إليهم وبالأدعية الشركية ونحو ذلك. ولهذا كان قوله ومن سحر فقد أشرك هذا شرك أكبر. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، فسره الشارح بقوله من تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. وهذه فائدة هذه الجملة، إنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، هنا انتهى الكلام. وقوله ومن تعلق شيئا، ربما يقول قائل ما علاقة هذه الجملة بالتي قبل؟ علاقتها إنه هذا الذي ذهب إلى الساحر ليسحر له أو نحو ذلك تعلق قلبه به ووكل إليه لأنه تعلق به، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا من أحسن ما وجه بهذا الذي ذكره الشارح، من تعلق على السحر والشياطين، لأنهم في بعض الشروح في الشيخ سليمان بن عبد الله قال، ولعل المصنف هنا يعني أراد توضيح المعنى أكثر، قال رحمه الله إنه الساحر يتعلق على غير الله، وهذا المعنى أيضا مراد، لكن الثاني هذا الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن أقوى. يعني صحيح الساحر يتعلق قلبه بغير الله وتعلق قلبه بالشياطين فيوكل إليه فهو مخذول، لكن لعل هذا المعنى أقوى، إن الذي يذهب إلى الساحر ليسحر له، أو أيضا يا أخوانا الذي يذهب إلى من يفك له السحر، وهذا كثير والله، يتعلق قلبه به لأنهم يقولون فلان في البلاد الفلانية واذهب إليه وهذا سره، ما عرفش يعني إيه باتع، عشان كده ما قلتهاش، لكن سره سر، فاذهب إليه واضرب إليه يعني أكباد الإبل
ويسير. ليه؟ لأنه قلبه تعلق به. هم قالوا له أن فلان ده يعني يا ما خرج وبعدين كلمة بس كده أخرج يخرج على طول، ما فيش كلام تفهموش مع الشياطين ولا الجن، فقلبه يتعلق به. فنقول لهذا من تعلق قلبه، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا يعني من تعلق قلبه بشيء وكل إليه، فلا تعلقن قلبك إلا بالله. ومن تعلق قلبه بالله فالله عز وجل قد دله على الأدوية الشرعية والقرآن وما جاء من السنة من في السنة من الأذكار ونحو ذلك، واضح. ولهذا التعليق المصنف هنا أو شرح المصنف هنا كان يعني أوقع من تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وقله الله. من تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، وهذا من جوامع الكلم. قال المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. العضه رويت أو قرئت بقراءتين، العضه كالوجه، أنت تقول الوجه على نفس الوزن، على وزن الوجه الله العضه، والعضة بوزن العدة والزنة، العدة والزنة. وعلى القول بأنها على وزن العدة أو الزنة هي بمعنى التفريق، وعلى وزن الوجه يعني العضه هي بمعنى القطع، وكلاهما مراد، كلاهما مراد، فهي تتضمن قطعا وتفريقا. وقال بعض أهل العلم العضه هو السحر أو العضة هي السحر، ونقلوا هذا عن ابن مسعود وعكرمة، وقالوا إن الوجه الشبه هنا هو ذكر في الحديث الذي قبله العقد والسحر، وفي الحديث الذي قبله من اقتبس شعبة من النجوم، مش كده؟ خليكم معايا بس عشان اقرأ معي. في الحديث الذي قبله ذكر النجوم، وفي الذي قبله ذكر إيه؟ العيافة والطرق والطيرة، فألحق كل هذه الأشياء بإيه؟ بالسحر. لكن في الأخيرة كل ده ظاهر، العيافة والطرق والطيرة والطيرة من الجبت، والجبت السحر. طيب، واقتباس شعبة من النجوم وتعلم علم النجوم والاستعانة بالشياطين كل ملحق بالسحر. طيب قوله هنا ألا أنبئكم ما العضه؟ قال هي النميمة القالة بين الناس. النميمة قالوا مثل السحر تماما، النميمة تفرق بين الناس كما أن السحر يفرق بين الناس، النميمة تفسد أحوال الناس كما أن السحر يفسد أحوال الناس، النميمة تمرض القلوب وتوغل الصدور كما أن السحر يمرض القلوب ويوغل الصدور، مش كده؟ فقالوا هنا إن وجه الشبه، وهذا من بليغ كلامه صلى الله عليه وسلم، إنه قرن أو شبه بين النميمة اللي هي القالة بين الناس. النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، هذا هو النميمة. النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد، يعني سمعت فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا، من الأشياء التي توغل صدر هذا على ذاك وتوقع بينهم الشحناء والبغضاء، واضح؟ فالنميمة نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، وهذه تحدث كالسحر تماما، لأنها تغير النفوس والقلوب وتحدث من الأذى ومن الشر المستطير بين الناس ما يحدثه السحر. فهمتم؟ طيب، إذن قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العضه أو العضة، يعني الشيء الفاحش الغليظ البذيء الشديد التحريم الذي يسبب القطيعة والتفريق ونحو ذلك، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هي النميمة القالة بين الناس. وذكر كلام نقله من الفروع لابن مفلح، تقرؤونه، هذا فيه كلام طيب. القالة بين الناس يعني كثرة القول بين الناس. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان البلاغة والفصاحة، قال صعصعة ابن صوحان، قال الشارح عندك ها؟ قال صعصعة ابن صوحان: صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق،
فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. طيب، قال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح. أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب، أهل الأدب طبعا يتحيزون إلى هذا، إزاي يكون البيان سحر يراد به الذم؟ هم دي صنعتهم، لأن الله تعالى مدح البيان. وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال. قال الشارح وهو يرجح والأول أصح، يعني يريد أن الذم هو المراد. طيب، الحديث ورد عند مسلم بسياق، ورد عند البخاري بسياق آخر، ويعني كلاهما قال ابن رجب رحمه الله وهو يرجح أنه قاله في معرض الذم لا المدح، قال: وإنما قاله في الذم، في ذم ذلك لا مدح له، كما ظن من ظنه ليس عنده. أنا لم أقل قال الشارح أو قال فلان أو طيب، وإنما قاله في ذم ذلك لا مدح له كما ظن من ظنه. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. أنت حينما تراجع الأحاديث، لكن ليس هذا مما يقطع به كما قال، لأن هذا فيه خلاف، يعني هذا فيه خلاف. وأحسن توجيه ليس أن يقال إنه ذم مطلق أو مدح مطلق، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين، وهذا في الحقيقة يعني أعدل الأقوال، إنه ليس على سبيل الذم المطلق ولا على سبيل المدح المطلق، لأن الإنسان نفس الإنسان يحتاج إلى البيان. أنت الطفل الصغير لا يستطيع البيان، لا يستطيع أن يقول إنه مريض أو عطشان أو نحو ذلك، حينما يكبر يستطيع البيان، يستطيع أن يعبر عن حاجته، سواء كان بالأشياء البسيطة إنه يعبر عن جوعه، عن عطشه، عن رغبته في كذا أو كذا، أو يستطيع البيان بإنه يعبر عما في داخله من يعني في مثل هذه الأمور التي ذكرها المصنف. ربما يكون هناك حق فينتصر للحق ويكون هذا مذموما ولا محمودا؟ محمودا. ربما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا محمود ولا مذموم؟ محمود. وربما يستخدم البيان في خطب الجمعة وفي كذا وكذا، هذا محمود ولا مذموم؟ طب والمذموم الذي ذكره المصنف هنا مذموم، يعني أن يقتطع به حق امرئ أو نحو ذلك، أو يتشدق بالكلام على وجه يعني سيء أو نحو ذلك، كل هذا مذموم. إذن ينظر، لا يقال إنه مذموم على الإطلاق أو محمود على الإطلاق، وإنما ينظر إلى أثره. إذا كان يستعمل في الخير فهو محمود، وإذا كان يستعمل في الشر فهو مذموم. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان علمه البيان، وهذا من حسن الاستدلال، وهذه منة، خلق الإنسان علمه البيان، هذا في معرض الامتنان. ولهذا امتن الله عز وجل على الإنسان بالبيان، ولهذا قولوا إن من البيان لسحرا نتوقف، لا نقول إنه مذموم ولا محمود، ولكن ننظر في واقع الحال وفي أثره، هل يستعمل في الخير فيقال إنه خير، ويقال إنه من السحر الحلال كما قال عمر بن عبد العزيز، أو يقال إنه مذموم إذا استعمل في الشر. طيب، في آخر الشرح خالص قالوا: بالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب. إذن رجع المصنف بعد ذلك، وكأنه بعدما رجح وقال الأول أصح وهو إنه للذم، رجع وقالوا: بالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق. فكأنه أراد في الأول مسألة إنه الأول أصح، إنه المراد من الحديث أو سياق الحديث يدل على أنه للذم، لكن عموم الأدلة تفيد إنه ربما يكون للذم وربما يكون للمدح. يقول: فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب، وحديث: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمرو، وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. وقوله: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه، ليس أيضا كل بليغ مذموم، ولكن هذا الضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه. البليغ يعني المبالغ في الكلام وأداء الحروف
والمتكلف كرجل يتكلف السجع أو يتكلم مثلا باللغة العربية ويخبط ويتشدق بالكلام حتى يظهر يعني أنه يعني يحسن في الكلام وفي المنطق وليس هذا يعني له بسجية. وأما من كانت هذا يعني هذا طبعه وهذا سجيته وهذه سليقته يعني بعض الناس من كثرة قراءته في العلم وفي الأدب ونحو ذلك لسانه يعني معدول كما يقولون معتدل يعني أو لسانه مستقيم فتكلم بالكلام الحسن واستخدم بعض الألفاظ التي من كثرة يعني ما قرأ بها يعني يتداولها في كلامه ونحو ذلك فهذا لا يذم لا 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 يعم لا نعم لا يذم استغفر الله لا يذم ولا يعني يعني ينطبق عليه هذا الذي ورد في هذا الحديث إن الله يعني يبغضه ولكن هذا الذي يبغض هو الذي يتكلف في الكلام وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالبقرة والأنعام حينما تأكل تأكل بفمها وأسنانها بخلاف البقر البقر يأخذ بلسانه يأخذ العشب بلسانه ويلفه بلسانه هكذا ثم يدخله في فمه بخلاف بقية الأنعام فإنها تأكل بفمها ولسانها ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بالبقرة كما تتخلل البقرة وفي بعض الروايات الباقرة والباقرة بلغة أهل اليمن كما تتخلل البقرة بلسانها يعني تتشدق وتأكل الكلى بلسانها. هذا فقط لبيان هذا الحديث الذي ورد في الشرح على ما التزمناه من بيان الغريب والأحاديث التي وردت في الشرح ونقف هنا والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.